ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زيرو. هنا يا احلى جبين لاحلى شباب، اتفضلوا مولعهم. نبقى كابتن الله يخليك، مش عايز تبات على الارض، ها احترموا المكان. ها جبات مرلوله، جبات مرلوله. ممكن شوكولاته يا عم زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو؟ انت فاكر يا ابن نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم يا ابني انت طامن النضارات ده من هنا، امشي اتكلوا على الله، روحوا ذاكركم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه، يلا انتوا من هنا. استنى يا ده، انت غاد ابن سايب باطو صح؟ اقعد، انا شايف فيك مشروع شبح. اقعد اقعد العب وببلاش كمان. حاضر. جبات مرلوله، جبات مرلوله. زيرو ابو صالح حبيب قلبي، معايا حاجه حلوه قوي قوي. الله يخرب بيتك، انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك؟ واروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. جرى انت هتفيحني ولا ايه؟ كده وريني كده برشام. انت مش قايل انك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي، لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده. حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ واحد ودينا في ده. الله يخرب بيتك، بقول لك ايه، خف رجلي شويه، عمرو زمانه جاي ولو جه هيتجنن علينا. يلا يابا انت من هنا يا ابني. يلا يابا اخويا هنفتحها يا ده. يلا يابا سلم لي على سايب باطو. ها وقول له يغسل باطو. حاضر. يا سلام. ايه رايك يا روايح الزمن الجميل هاف هافي، وخدينا للماضي وسحره الخفي. اسمها ايه الاصطفه دي؟ شركه الكهرباء. وانا اقول فولتها لي عالي. ايه يا جماعه؟ طبعا الفل. طبعا الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا قافلين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر، ينفع الكلام ده؟ ينفع. تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. بعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. العب العب. ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه، يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه، يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك اسطح. ما تبقاش كلام فارغ بقى. يا جماعه احنا عاملين السايبر ده علشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. اهدى يا عمور، اهدى، فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. جرى يا عموره، ايه بقى كده فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكرة كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامة الارض عشان الفلوس دي. بعدين يا معلم احنا من ساعة ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجة تلفق معانا ونقب على وش الدنيا وتستقل بقى على ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب ماتشين على رواقة. حواراتي انا برضه. اقول لك العب. ادي الدراع لعمك عمرو، خليه يلعب يلا. تعالى يا حماد العب. بس يلا. تعالى هتلعب. عم زيرو. حبيب قلبي. ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي دراعك كانت معلقة. صباح الفل يا كبير. صباحك ابيض. الا الماتش خلص كاف كاف. بيت ما تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش. هو ده بجد؟ اللي حصل ده بجد؟ ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا سايز جالة ماتش ايه اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالتي. صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس يا صالح؟ ايه اللي وصلنا للمرحلة دي بس؟ تلعب ايه؟ الأرسنال. تفضل. أيوة يا أستاذ سامي، خير؟ أقول أنت كنت عاوزنا. لا أبداً مفيش. كان في فيديو بس لسه جاي لي، مش عاوز أتفرج عليه لوحدي، فقلت أتفرج عليه معاكم. يا ابن اللعيبة، هنا؟ أيوة هنا، وفي أي حتة أنا ما يهمنيش. انت يا انت مش بطلت الافلام دي من زمان؟ مش الافلام دي، ده فيديو صغير كده بعتهولي بتاع الامن، عاوز اتفرج عليه معاكم. ماشي يلا. شو يلا بينا. ايه رايك كده؟ ايه ده مين دول؟ والله ده انا كنت بربط رباط الجزم. بص بص تعالى. ايه بقى ده؟ كنت بربط الفرده الثانيه. طب وكده؟ لا كده بيتفسك الكاوتش. مفيش كلام يتقال، ما هما فردتين جزمه. استاذ سامي انا هشرح لك كل حاجه. لا لا ما تشرحش وما تبررش حاجه. زي ما انت شايف يعني انا بضحك واخد الموضوع هزار يعني. ايوه هو هزار اصلا. ايوه ايوه انا خدت بالي. انت عارف انا امبارح مروح الساعه 11 بالليل. على بقى ما غيرت الاربع فرق واشيل في دي وادي في دي. مش قلت لك هفعله؟ زعل قوي.
انت مرفول يا صالح. بتضحك يا عم؟ مرفوض؟ طب وانا اترفضت لوحدي ليه؟ الواد ده ما اترفضش معايا ليه؟ لا عملت له لفت نظر. يعني هو لفت نظر وانا اترفض؟ فير على فكره انا ما فسدتش عجل، يعني انا كنت واقف جنبك بس. استنى انا ما بهزرش. سامي اسمي الاستاذ سامي، اتفضل روح اعمل اخلاء صرف وسلمه للاداره، بعد كده عدي على الحسابات خد بقيه مستحقاتك، ده لو لسه ليك مستحقات لاني خصمت ثمن الكاوتش. يعني انا بجد اترفضت كده فعلا؟ ايوه. طب انا اسف. تتأسف على ايه ولا ايه؟ انا ترفدني انا يا وز حيوان، انا ترفدني يا ابن الكلب. اقفل الباب يا ابن الكلب، الحقوك مني يا ابن الكلب. يا تعالى سكيورتي يا ابن الكلب، تعالى تعالى يا صابونه يا وز. انت الست اللي بنسميك ايه في الجامعه؟ يا صابونه يا وز. انا هطلع بقى الاستاذ نزيه واقول له على انت كنت بتعمله على افلام السكس اللي طلع على السيستم، حطيت فيها الواد مكتب بتاع الايتي. فاكر فارغه وشويه على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح وفاكر نفسك فهلاوي يا ابني، انت اهبل وريالتك تملطش. هو جلب وموز لسه في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغل ايه بقى ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدت في ابنك يا رجاء، يا دي الشيلة ويا دي الحطة، رحنا على جمل وجينا على بطة. واحدة واحدة بس يا حاجة، بطة ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يوم واحد يديني فلوس مش شغلي يا حبيبتي. انا اول مرة اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطة ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا ما دام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح، ما تقوم تفتح عشان تكمل شلة المعاتيه. بالراحة، بيوت الناس ليها حرمة. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمة. يا صالح في ايه؟ خير جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود ايه؟ ما جوه؟ يا حضرتك خش يا عم، في ايه خش؟ السلام عليكم، ازي حضرتك يا طنط؟ اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر قمر قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابة ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه ده انا جعان قوي والله. يلا اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايه ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايه صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش، خش عليا عصب. عايز تضربني؟ جرايه ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. الله خلاص يا صالح. ايه ده؟ صلي على النبي يا صالح، صلي على النبي يا صالح. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه، صلي على النبي بس معلش. ضيف برضه وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجارة. حاضر حاضر. ايه انت بتديها لي؟ روح ارميها في الزبالة، روح ارمي. ارميها في الزبالة اهو. خلاص 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 معلش يا صالح. خلاص بقى معلش خش على الاوضه، اجري على الاوضه، اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنش؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما. يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها؟ انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟
عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقه، قلت هنستلف، عمليه استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حراميه يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي: انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمه العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده. لا خلاص، انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عموره؟ 5 مليون نحطهم وضيعه في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنه، نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنه. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعه نقسمهم علينا بالعدل: انا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ انت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وانا واخد كام؟ 4. يبقى اسمه العدل ولا لا؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا انت البنجو بتاع عم مجدف لحسلك دماغك. انا اسرق بنك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، انا اسرق بنك؟ لا 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 لا، انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس، فلوس بجد مش فكه، ونعمل مشاريع ونكبرها. ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها؟ ومعاك عربيتك وفيلتك بملك الخاص، تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح، وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم، هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. اسم الله عليك. بيقول هنسرق. بالراحه بالراحه، ده سوقي، ده اسمها استلاف، عمليه استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغايه بكره، هفكر فيها وانتوا برضه دوروها في مخكم كده. انا مش هدور حاجه في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس انت اللي اخترتها يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازم السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ اقروا، اتجننت ولا ايه؟ امي بره، ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت ويجا من مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. صالح، هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش، ده حرامي ممكن يبقى قتل قتله. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس خلاص، قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس. كفايه يا جماعه اللي حصل في موضوع العربيه. وبعدين انتوا مش فاهمين، انا طول الليل بحلم بكوابيس. سامي يا جمال واقفه مع ابويا بيضحكوا ومعلقني من عرقوب رجلي بخطاف زي الخروف، فلو سمحتوا الموضوع مش محتمل اي تهريج. ايوه بيضحكوا، شفت؟ عارف ليه؟ عشان وديت العربيه امبارح عند الميكانيكي وقال لي انها ترجع زي العروسه. بجد يا صالح، وحياه ابوك العربيه ترجع زي ما كانت؟ والله قال لي هترجع زي الفل، بس هي محتاجه شويه تكاليف. يا عم تتكلف زي ما تتكلف، المهم ابويا يرجع يلاقي العربيه. ما تقلقش، ابوك هيرجع يلاقي العربيه زي العروسه ومجراش في الجراج. فك يا بنت بقى، فك بقى. عموره يضحك منين؟ عموره جد منين؟ عموره جد منين؟ لا 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 بس. الحمد لله. الحمد لله. طب حس كده بقى يا جماعه، معلش خلوني اخد رايكم في حاجه. ما شاء الله يا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. عربية قلت الدواء وترجع زي الأول، ده العربية اتبشملت وبقت شاورما. خليك في حالك وحط صنك جوه بقك. ما هو هتقول كلام في محله وهتقول حل محله. أنت مال أهلك؟ أنت مال أهلك؟ الواد مكتئب والعملية بكرة، قلت أقول له كلمتين عشان أفكه. المهم أنت مش كله تمام؟ لا لا، أما تلق. أنا قصدي لا كله تمام. معانا السلاح وبدل القنبلة اتنين، ناقص بس الشنط والمسكات هيجيبها لنا العيل الملزق ده. محدش يتحرك من مكانه، المكان كله محاصر. ايه رايكم بقى في الطقم ده؟ حلو؟ كيوت جدا. ان شاء الله بدون مقاطعه باذن الله، ده اللي هحضر بيه بكره السرقه ان شاء الله. طب هتروح دقنك طويله كده؟ ينفع؟ طب اروح تعالى تعالى يا دهبل انت. دقيقه بس، دقيقه. تعالى هنا، تعالى. راحة. احنا مش هنلبس الهبل ده ونروح البنك بكره. امال هنلبس ايه يا صالح؟ هنلبس بدل. بدل ايه؟ بدل ايه؟ احنا رايحين نخطب. ما هو نلبس بدل وعليها مسكات. بقول لكم ايه؟ ركزوا معايا عشان هراجع لاخر مره على الخطه. انت هتروح الشغل بكره عادي. في الوقت ده انا وانت هنأجر عربيه ونفك منها النمر. انت
تطلع انت قبل خروج الموظفين بربع ساعه كده مستناك قدام البنك. هنستنى كلنا ومعانا الحاجه ونراقب الكاميرات. اول نور الكاميرا بيطفي يبقى السيستم وقع ودي اشاره دخولنا البنك. تمام يا رجاله؟ رجاله عمرو هات النضاره من جنبك. نضاره لسه الكاميرات ما طفتش. بقول لكم يا عيال عايزين نتكلم في موضوع مهم قوي. ايه ده؟ ايه؟ احنا يا ابني مش قلنا نلبس جوانتي؟ ما هو ده جوانتي. جوانتي يا زهر جوانتي يا حبيبي بصوابع عشان البصمات جوانتي. ايوه ماله ده؟ هو ايه اللي جوانتي يا ابني؟ جوانتي عشان السرقة. ايوه ماله ده؟ هو ايه اللي ماله ده؟ جوانتي يا متخلف. ده هدوك يا جوانتي. انا اسف. الله انت مش قلت لي يا جوانتي. خلاص ما تجعرش. جبت لك جوانتي. خلاص ما تجعرش انا اسف خلاص. يا رب تحبس لوحدك. صالح اتكلم في الموضوع اللي كنت عايز تتكلم فيه ده غبي. بصوا يا رجاله ما ينفعش نخش جوه ننده بعض باسامينا. امال هننده بعض باسامي مين؟ اسامي مستعاره. احنا دخلنا جوه قلت لك يا عمرو وانت قلت لي يا صالح هنتفضح وهنتعرف. صح. طب انا جات لي فكره. ايه؟ تعالوا نلخبط اسامينا وننده بعض بيها جوه. يعني مثلا انا اقول لك يا زقرو وانت تقول لي يا صالح ونقول لزقرو عمرو. انت حمار يا ابني. ايه؟ بجد انت حمار ما بتفكرش؟ طب ما هي نفس الاسامي اللي اتقال جوه. انت متخلف يا ابني. ايوه صح. سوري يا جدعان فكروا ما تدلتش في داهيه. ابوس ايديكوا. خلاص طب ايه هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه. نقول لبعض اي اسامي مستعار. يعني انا مثلا لو قولي جوه قولي يا كريم. ها من دلك نقول لك ايه انت ايه؟ انا قولوا لي قولوا لي يا فادي. فادي؟ وحش؟ مش وحش اسم تقيل. طب ماشي فادي. طب خلاص خلينا يزن. لا ما احنا مش بنلاقي اسم طفل رضيع. اخلص هنقول لك يا سامح. ماشي بس يزن حلو قوي. هو سامح واخلص. ايه النقاش ده؟ يعني بنتكلم في ايه دلوقتي احنا؟ ماشي ها نقول لك انت ايه؟ ما تفكك يا نجم من الهيافه دي واكبر للناس ونفوق للشغلانه بتاعتنا اللي داخلين نعملها دي. هيافه؟ ماشي انا بقى هحضر لك باسمك الحقيقي. صالح ما تهركش الموضوع ده ما فيهش هزار. انا بتحظم ارقص قدامك هقول لك اسمك الحقيقي. صالح صالح صحيح والنبي ايه اسمه الحقيقي؟ هو انت ما تعرفوش؟ لا والنبي قول 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 صالح تقول لي ايه؟ قول لي صالح سناء قلت له وبس. زقره رايح زقره جاي شبح سناء. خلاص بقى ما كنتش تعرف. ما خلاص بقى انا ما تزيدش. خلاص خلاص يا عم قول لي يا مجد. ورا صالح امك عجبتك قوي. احلو عليك اهوت وتعود. طب امك انت بقى يا عم يا متخلف. امك هناك اهي. يا نهار اسود. طب انت ايه اللي جابها هنا؟ معرفش. اكيد عرفت انها ترفت تجاه عشان تتاكد. طب والعامل؟ معرفش. بص احنا نستنى شويه تعرف الخبر تتصدم تروح. هنخش بعد ما تروح بقى. يا ابني الكلب. يا فندم. يا اخي مش انت. منك لله يا صالح. طب هو الاستاذ نزيه موجود؟ يا فندم. بس اموري انا النائب بتاعه هنا وقائم باعماله. اي خدمه اقدر اقدمها لك؟ وانا كنت عايزه منك خدمه كنت قلت